العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بهذه الوجوه المباركة الطيبة في هذه البلدة الطيبة في هذا الشهر الطيب في هذه الحياة الطيبة إن شاء الله تعالى بطاعة الله. بلدة طيبة ورب غفور، ماذا تريد أفضل من هذا؟ لكن الإنسان بطبيعته عاطفي متأثر بالأحوال العامة، ولهذا ترى المزاج عادة في مثل هذه المواطن حينما يعني تغلو الأسعار وتتعقد بعض أمور المعايش، تجد الناس في حالة من الهم والكرب، وهذا شأن الإنسان، بل هو شأن الدنيا وطبيعة هذه الدار. ولا يسلم أحد من أن يتنغص من المؤثرات، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذيه تخلف بعض الناس عن الاستقامة وعن سلوك الطريق الذي خطه الله سبحانه وتعالى، فيلحظ الله عز وجل ذلك فيه فينزل عليه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني لا تقتل نفسك هما وكمدا وحزنا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إذن التفاعل العاطفي والوجداني والتأثر النفسي هذا شيء لا يخلو منه الإنسان ولا تخلو منه هذه الدار، لكن الموفق من يعرف كيف يخرج من هذه الانفعالات المزعجة ويأوي إلى واحة الإيمان التي جعلها الله سبحانه وتعالى مأوى لعباده الصالحين. ومن هنا فالحياة لابد أن تسير بحلوها ومرها، فهذه هي الدنيا يسار وعسرة، فكن راضيا دوما لتحيا موفقا. ومن لم يصبه العسر يوما مرارة فأن لطعم اليسر أن يتذوق. شأن الدنيا أنها فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، هذه طبيعة هذه الحياة. لكن اعجب لكرم الكريم سبحانه وتعالى ورحمة الرحيم سبحانه وتعالى، حيث لم يخل عباده من أسباب الفأل دائما وأسباب يعني الانسجام النفسي والمعنوي. ومن هنا نذكر جملة من المعاني، من المعاني التي تعيدنا على الخروج من هذه المآزق نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وأيضا الفنية والرياضية وقل ما شئت من أنواع الضغوط. علاج ذلك كله الفأل الحسن والتفاؤل من الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل وكان يحرم التشاؤم، بل إن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية مع جواز ذلك، لكن من كمال التوكل إن الإنسان يرقي نفسه لكن لا يطلب الرقية من أحد. قال: ولا يتطيرون، لا يتشائمون، دائما شأنهم التفاؤل، هو متفائل في أحلك الظروف. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الأيام التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يوم الأحزاب، يوم تمالأت الأحزاب
تمالأت قوى الكفر الداخلية والخارجية، مخطط دولي، مؤامرة كبرى من قريش وغطفان ومن يليها من قبائل العرب من الخارج، ومن خيانة اليهود من الداخل، حتى كان المسلمون على النحو الذي وصفه الله. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول الأول عن هذه الأحداث؟ وقف متفائلا، أشار عليه بعض الصحابة بحفر الخندق، وهذا جهد كبير قبله النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يحفر معهم، وكانت الصخرة تشق على الجماعة من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشداد، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله ثم يضرب ضربه ويقول الله أكبر، فتحت خزائن كسرى. سبحان الله، ضربة الله أكبر فتنهد الصخرة، فتحت قصور قيصر، كأني أرى القصر الأحمر، ويشير إليه ويصفه الله أكبر. يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوح التي ستأتي في وقت هم فيه على أحلك وأشد ما يكون، حتى أن المنافقين يعني يسخرون من هذا، يقول يعدكم محمد خزائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يجد مكانا لحاجته، أنا من الخوف والبرد والجوع ما أستطيع أن أذهب لقضاء الحاجة، خايف يعني لو عمل على نفسه ولا أنه يذهب. حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يعدهم بخزائن كسرى وقيصر، هذا شأنه صلى الله عليه وسلم التفاؤل. وقد وفى الله سبحانه وتعالى بوعده مع النبي صلى الله عليه وسلم وأفاء عليه بالدنيا كلها. ولهذا هذا مسلك مخرج لنا مما نحن فيه من الأزمات، المسلك الأول التفاؤل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، المهم أن نستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا دعانا إلى الفعل تفاءلنا، لكن انظر بعض الناس عنده نكد ولا يريد أن يخرج من هذا النكد، كهذا الرجل الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، قال له ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل، الحزن الصعب. قال ما كنت مغيرا اسما سمنيه أبي. يا أخي سبحان الله، النبي لك أنت سهل، قل له طيب وحاضر. ولهذا قال حفيده سعيد بن المسيب بن حزن، قال فما زالت الحزونة فينا، يعني لما جده لم يقبل بشارة النبي اسمك ايه، قال له حزن، قال له يا عم حزن مين، صعب، انت سهل، مش يقول له حاضر وطيب ويتقل له لا 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 ابدا، ما كنت مغيرا اسما سمى. فبعض الناس غير قابل لأن يتفاءل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعود من الحمى، رجل أعرابي والحمى شديدة عافانا الله وإياكم، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد أحدا قال له هذه الجملة، وهذا نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، مهما دخلت على واحد يعني شبه ميت قل له لا بأس طهور إن شاء الله، أنت بخير، أنت في عافية، أنت على خير عظيم، أبشر. وإلا لماذا شرع الله عيادة المريض؟ لأجل هذا. فالرجل مسكين مش يقول له طيب وحاضر، النبي بيقول لك لا بأس طهور، يقول له قلت طهور بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. قال له فنعم إذا، مش انت عايز كده خلاص يعني. فأصبح الرجل ميتا. تخيل لو انه قال له طيب وحاضر، طهور طهور، هذه بشارة من النبي، لكن ما ولا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن عندنا بشارات، مع هذا الضغط الذي نحن فيه عندنا بشارات من الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو كرهت روسيا وأمريكا وأوروبا، وكره المنافقون، وكره الفاجرون، وكره الإباحيون، وكره العلمانيون، ولو كره من كره، فإن الله تعالى مظهر دينه ومعلن شريعته وممكن لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي، ما عندنا شك في هذا أبدا. ولكن هذه سنن، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدعونا إلى الفعل، يقول والله لا يبلغن هذا الأمر، يعني الدين، ما بلغ الليل والنهار، في مكان ما بيصلوش ليل ولا نهار أبدا. قال والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك. إذن لماذا احنا انت مكشر ليه وزعلان ليه
وقرفان. ليه يا أخي؟ أبشر، أنت عبد لله يا أخي، أنت مسلم، أنت تقول لا إله إلا الله. والله ما ضاقت الدنيا علي أشد الضيق إلا وذكرت لا إله. قلت كفاية أنني أقول ده، أنا في سعة وفي رغد وفي نعيم وفي عز. إن من أهل هذه الدنيا من لا يقول لا إله إلا الله، من لا يرضى أن يقول لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا إله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون، كيف يلقى هذا ربه؟ لكن أنت على خير، حتى لو ضاقت، حتى لو لم تجد ما تأكل، يا أخي الدنيا قليلة، وأنت غدا ذاهب إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنت ذاهب إلى ما عند الله عز وجل من عطاء. إذن لابد أن نتفائل، وهذا علاج لما نحن فيه. من العلاج أيضا حسن الظن في الله. حسن الظن في الله، أن الإنسان مهما ضاقت به الدنيا ومهما ضاقت عليه المعايش ومهما آذاه أعداؤه ومهما ومهما ومهما، يبقى حسن الظن في الله عز وجل هو المخرج الجميل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذا شأن الله سبحانه وتعالى، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ويأتي الجواب سريعا، ألا إن نصر الله قريب. إذن نحن بحاجة أن نحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى، وأن نتلقى الابتلاءات والصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على أنها امتحان، على أنها اختبار، على أنها سنن، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هناك صراع بين الحق والباطل، صراع قديم منذ نشأت هذه الدنيا، بين الكفر وبين الإيمان، بين معسكر أهل الحق ومعسكر أهل الباطل، بين القيم السماوية قيم الوحي وبين القيم التي تخرج من زبالات أذهان يعني بعض يعني الناس ممن لا يرفعون لهذا الدين رأسا، بين المشروع الإسلام الرباني الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبين المشروع العلماني الغربي الكافر الذي جاء به أقوام ممن لا دين لهم ولا خلاق لهم، طبيعة هذه الدنيا. فلا بد أن نحسن الظن أن الله سبحانه وتعالى ما قدر علينا هذا إلا وهو يريد. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذن الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. إذن هذا كله تطهير وهذا كله تمحيص، فلا بد من حسن الظن في الله عز وجل. من المخارج الواسعة التي نحياها هذه الأيام، وهذا من عظمة كرم الله سبحانه وتعالى بعباده، أن الله عز وجل لا يجعل أيامه نسقا واحدا، وإلا لجاء الملل إلى الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل في أيامه مواسم، كما في الحديث إن لله في أيامه نفحات، إن لله في أيام دهره نفحات نفحات، حتى يتعرض العباد لهذه النفحات. فاسألوا الله عز وجل في هذه النفحات أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان دائما إذا اشتدت عليه الأمور ينتظر، يقول أين شهر رمضان، بل أين القرب من رمضان، يبحث عن رجب لأن رجب بوابة لرمضان، وإذا جاء شعبان فشعبان مقدمة لرمضان. أنت الآن في شعبان، أبشر، أنت الآن على الحياة، توشك إن شاء الله تعالى أن تقبل. شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، وشهر يكثر فيه الصوم، وشهر يسمى شهر القراء. كان القراء إذا حضر شعبان انشغلوا بالقرآن، يراجعون كتابهم ويدربون أنفسهم على طول التلاوة وعلى إدمان القيام وعلى تهيئة القلب والنفس
حتى إذا وافى رمضان كان مهيئا وكان على الحالة الإيمانية اللائقة بشكر هذه النعمة. فهذا أيضا مما نحن فيه، نحن الآن في زمان عظيم، في زمان مبارك، انتهينا من رجب، وما أدراك ما رجب، شهر حرام، ودخلنا في شعبان شهر القراء، شعبان لرمضان كركعتين نافلة بين الفريضة. نوشك إن شاء الله تعالى أن ندخل في الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحد. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إذن لماذا الحزن، لماذا الهم، لماذا الكرب؟ طيب وده وقته أن احنا نتجوز، وقته كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الفعل ومن دواعي السرور، وشأن الدنيا هكذا أنها لابد أن تسير، لأن العبد عليه واجب وله شأن، والرب سبحانه وتعالى له شأن التدبير والإعزاز والإذلال والرفع والخفض. هل هو شأنك حتى تتفرغ له وتقول ليس هذا وقت الزواج ولا هذا وقت هذا الكلام؟ لا، هذا شأن الله. إذا ما هو شأنك؟ شأنك تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، أنت مشغول بعبودية الله، إن في عبادة كصوم وصلاة وزكاة ونحو ذلك، وإن في معاملات هي من صلب عبودية الله. الزواج عبادة، النكاح عبادة، بل نحن نتفاءل بهذه الزيجات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يخرج منها من يعبد الله لا يشرك به شيء، عسى الله أن يخرج من هذا الزواج الذي نحضره اليوم أمثال سعد وخالد وعمر بن الخطاب، أمثال الفاتحين الذين يسعون في التغيير. من أعظم أسباب التغيير الزواج، لأن الزواج سيترتب عليه إن شاء الله تعالى أسرة، وهذه الأسرة سوف تكبر وتتسع إن شاء الله تعالى، وهذه الأسر الصالحة التي نشهدها إن شاء الله بفضل الله تعالى في هذه الأيام، إنما هي نواة لتغيير المجتمع. مرت علينا سنوات ومرت علينا عقود، وكان الناس في غفلة، وكان الناس بعيدين عن منهج الله عز وجل. قد رأينا الكبار منا رأوا هذا، رأينا أياما كثيرة قبل نحو 30 و40 سنة ويزيد لا يدخل المسجد إلا العواجيز، ولا يذهب للحج والعمرة إلا يعني من كان على حافة القبر، وحتى من يدخل المسجد ويصلي رأينا هذا والله ونحن صغار رأيناه بأعيننا، لا تكاد صلاة تتم، لا تكاد ترى صلاة تتم. كان أكثر الناس يصلون صلاة ليست الصلاة، صلاة لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم لقال لأهل المسجد ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصلوا. أنا دخلت بره المسجد كثيرا ما ونحن صغار، ما كان الرجل بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله أكبر في رمضان، أنا صليت هكذا خلف إمام، والقمر إذا تلاها الله أكبر، وبعدين ده بيحتاج يصلي كم بصورة الشمس. الآن تعالى في أسرع مسجد تجد الناس لا تكاد ترى الآن قوما لا يتمون صلاتهم بفضل الله، وهذا من انتشار السنة. الآن الناس إلى أحسن، المساجد ممتلئة، الشباب قبل الرجال يتزاحمون في الحج والعمرة وفي المساجد. إذن هناك تغيير. من أين أتى هذا التغيير؟ بعد فضل الله، هذه الزيجات وهذه الأسر التي تتكون. إذن هذا شيء طيب، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في أحلك الظروف. إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في أحلك اللحظات التي كان فيها في مكة، والمشركون يكيدون له كأشد الكيد، لا يستطيع أحد أن يجهر بالقرآن عند الكعبة ولا أن يصلي عند الكعبة، وكانوا يستخفون بدينهم. وفي هذا الوقت أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عائشة أنها زوجته، فذهب إلى أبي بكر وأخبره بذلك وأخبر عائشة وتم هذا الزواج. إذن هذا لا يتعارض، أن نقيم أفراحنا وأن نفرح وأن نسعد وأن نتزوج وأن ندعو الناس إلى هذا، هذا كله لا يتعارض مع ما نحن فيه من البلاء، بل هذا جزء من العلاج، جزء من العلاج. أن نمضي في طريقنا مهما استطعنا أن نحقق عبودية الله عز وجل فعلنا، لا أن نقعد حيارة، لا أن نقعد يعني في بلاء وكرب. ما كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المسلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من مسلكه إن الإنسان يسعى في العمل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مع أن فسيلة النخل لن يعني تقوم إلا بعد سنوات، والساعة قامت للتأكيد على أهمية العمل. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله
الله عليه وسلم يقول أنس بن النضر بعد أن أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتكاسل بعض الناس وتخاذلوا فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى أن نستوعب أوقاتنا في طاعة الله عز وجل، فرصة للصلاة نصلي وليس كما يفعل بعض الناس يقول لك والله سيبني أصلاً عندي مشكلة، يعني مش عايز يصلي عشان عنده مشكلة، أصلاً والله مهموم، سيبني أنت ما تعرفش اللي فيا، سيبني في حالي. يا ابن الحلال ده أنت ماشي بالعكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، ده هي الصلاة علاج، مش إن الصلاة الواحد عشانه يعني تعبان ومزنوق وما عندوش فلوس يجيب عشاء لأولاده يوم ما يصليش، ده اللي جاي يكحلها عماها، لا ده أنت تقوم تصلي والله عز وجل يرزقك والله عز وجل يفتح عليك. كان إذا حزبه أمر صلى، إذا انقطعت الأسباب ولم يكن عندك أمل في أي شيء فبقي عندك الأمل الأكبر، بقي عندك الأمل الكبير العظيم، بقي عندك الله سبحانه وتعالى. اترك الناس جانبا واتخذ الله صاحبا واستقبل القبلة وكبر، وإذا نزلت إلى سجودك فقل يا إلهي وسيدي ومولاي وأنت وربك، شأنك بربك سبحانه وتعالى، هذا هو الحل وهذا هو العلاج إذا استعصت الأمور، وهذا شأن الأنبياء وشأن الصالحين. من لك أسوة بعد الأنبياء الصالحين؟ لما أخذت هاجر من إبراهيم الخليل عليه السلام ووجدت نفسها أمام الجبار وأن هذا الفاجر سوف ينال منها، ماذا فعلت؟ قامت تصلي فاستغاثت بربها سبحانه وتعالى فلم يستطع أن يقرب، كلما قرب منها أمسك وأخذ، فقال اذهبوا بها إنما أتيتموني بشيطان، ما جاءوا بشيطان، لكن الله عز وجل حجبك عن أن تتسلط عليها، هذا شأن الرب سبحانه وتعالى إذا لجأ العبد إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولهذا كان السلف يفرحون بانقطاع الأسباب، سبحان الله عكس ما نفعل نحن. الإمام أحمد كان يقول أرجى ما يكون حالي إذا قالت لي الجارية ليس في البيت دقيق، يعني أنا بنسجم واتكيف واستأنس لما يقولوا خلاص ما فيش أكل للعيال، يقوم هو يعمل إيه بقى؟ يا سلام، ده كده فرجت، ده هو ده الفرج، ده اللي احنا منتظرينه يا رب، حتى القلب يعني يكون أكثر تأثرا وأكثر صدقا وأكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أرى أن دواعي السرور كثيرة، ليس فقط برؤية هذه الوجوه الطيبة، وليس فقط بهذه البلدة الطيبة، وليس فقط بهذا الزمان الطيب، بل بهذه التشريعات المباركة وهذه الآداب النبوية وهذه المنح الربانية التي أعطانا الله سبحانه وتعالى من الفأل الحسن وحسن الظن في الله وتوقع الخير بهذه الزيجات الكريمة التي نسأل الله تعالى أن يأتي منها الخير لأمة الإسلام، وهذه المواسم المباركة التي تتوالى علينا، نخرج من رجب إلى شعبان ومن شعبان إلى رمضان ومن رمضان إلى أشهر الحج ومن أشهر الحج إلى شهر الله المحرم. ماذا تريد يا أخي؟ أنت ماذا تريد؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول مثل هذا الكلام، هذه كلمات لم تأتي من فراغ، حين يقول لأصحابه في أحلك اللحظات يوم بدر يوم الفرقان والقضية في غاية الصعوبة والصحابة نفر قليل والقضية جت من غير استعداد ولا أخذ للأهبة، ومع هذا يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول واحد بخن عمير بن الحمى، فقال ما حملك على أن تقول؟ نفسا بيسأل لماذا تقول هذا؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، يا ما تفكرش أنا بقول بخن يعني أنا إلا رجاء أن أكون من أهلها، قالوا فأنت من أهلها، سخن أكثر الرجل من أهلها، فألقى تمرات في قرنه، كان لسه كده مطلع الجلاب بتاع السيف وعمال يأكل بيستعد، قال لك لا، لأن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، هو أنا لسه هستنى ما أكل التمر؟ لا، وقام وهو قائم كده أنشد على البديهة ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر لله على الأعادي وكل ذات عرضة النفادي غير التقى والبر والرشادي. ده واحد يعني إيه ربنا فتح عليه، ده واحد يعني دماغه ما شاء الله، بس دماغ يعني بالإيمان وبالمعاني الربانية وبالوحي الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
أنا أرجو أن نكون يعني وصلنا إلى هذه الحالة التي أريد أن أصل وأن تصلوا معي إليها، هذه الحالة من الرضا بالله عز وجل والأنس بالله والفرح بالله عز وجل بدينه وشرعه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال السلف بفضل الله بالقرآن وبرحمته، بفضل الله بالإسلام وبرحمته بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. ما لنا لا نفرح ونحن عباد الله سبحانه وتعالى؟ ما لنا لا نفرح ونحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لنا لا نفرح ونحن متعبدون بهذه الملة السمحة، الشريعة السمحاء المباركة التي حسدتنا عليها الأمم كلها؟ ما لنا لا نفرح والله تعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى قال بعض اليهود: نزلت عليكم آية يا أصحاب محمد، لو نزلت عليها لاتخذناها عيدا. يحسدوننا على هذا الذي نحن، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اليهود يحسدوننا على هذا، ثم نحن نذهب فنتابع اليهود. أي سفه هذا وأي بله هذا من البلاهة أن نطلب لأنفسنا خيرا عند عدونا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. والأمريكان والغير الأمريكان، أوروبا وأمريكا وإسرائيل وروسيا، هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولازم. حين نترك هؤلاء ونترك هذا، نترك المنهج الذي شرعه الله ونذهب إلى يعني مغازلة هؤلاء بمعنى أو بآخر، هذا من عدم التوفيق. لهذا أنا أرى أن هذه فرصة سانحة، وقد جاء شهر شعبان ونحن على أبواب رمضان. أسأل الله تعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلة. هذه فرصة، ونحن يزداد حسن ظننا في الله. لماذا؟ على مدار العام مات أقوام كثيرون وأبقاك الله تعالى. أبشر، ما أبقاك الله تعالى لرمضان إلا وهو يريد أن يغفر لك. إن الله سبحانه وتعالى ما أبقى، ليكن هذا ظنك في ربك سبحانه وتعالى أنه ما أخرك إلى هذا الزمان المبارك إلا وهو يريد أن يغفر لك، إلا وهو يريد أن يرحمك. هذا شأن الله تعالى، ليس معك فقط، مع هذه الأمة المرحومة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزق بفضله وكرمه ومنه منهما الذرية الطيبة التي تعيد للإسلام عزه ونصره وتمكن له في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. نشكر شيخنا فضيلة الشيخ سامح قنديل على هذه الكلمة الطيبة، ونشكركم جميعا على استجابة هذه الدعوة، وإن شاء الله بذلك نكون قد أشهرنا عقد الأستاذ علي صابر الشرقاوي من دفرة على ابنتي صفية توفيق النجار. فندعو للعروسين ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.